مساء الخير طلاب، اليوم درسنا chapter 5 صفحة 68، وصلنا إلى 5.2 electrical energy and how to calculate it، يعني الطاقة الكهربائية وكيف نحسبها. نقرأ ونشوف شنو هذا الباراجراف. We use different kinds of electric device in our horses. إذا احنا عندنا عدة أجهزة في المنازل لاستخدامها. Then mastery to of electricity is supplying with electric energy. وهذه الأجهزة تزودنا بالطاقة الكهربائية. In order to operate these devices, so it is seats a meter to each houses. إذا نضع مقياس في كل بيت. Record how much electricity has been consumed. حتى نعرف الطاقة المستهلكة في كل بيت. Measuring the amount of electrical energy consumed by each electrical device. ولحساب الطاقة الكهربائية رح نعرف الطاقة المستهلكة خلال الزمن. Period of time can be calculated by using. وهذا نستعمله بالقانون اللي هو E يساوي P في T. هو هذا القانون جاي من P، تذكرون أول بداية الفصل. P يساوي E over T. لا ننسى ال E تقاس بوحدة الجول، وال T بوحدة السكند، وال P بوحدة الوات. فحاصلها بالطرفين يطلع ال E يساوي P في T. هسا راح ناخذ مثال على مثال نمبر 1 اللي هو example. A hair dryer with power 1500 واط. اذا المجفف من الشعر، المجفف خلي نحل للسؤال. المجفف يستهلك قدرة. اذا اول فقرة عندي ال P، نكتب المعطيات. ال P يساوي 1500 واط. نكمل السؤال. Use for 20 minutes. إذا التايم مالتي T يساوي 20 minutes. أول فقرة T رأسا تحولها. رأسا أنت تشغل، لأن ما يصير بالمنت، فإذا T لازم أني بيش أسوي بالسكند. رأسا أقول له 20 في 60، لأن الدقيقة هي 60 ثانية. فإذا T راح يساوي 1200 سكند، ودائما احطها بين مربع او مستطيل حتى اعرف انه اني هذه اخذها، مو اخذ ال 20 مينت. نكمل. كالكوليت حسب السؤال. كالكوليت ذا اماونت اوف الكتريك انرجي. اذا يريد الاي كونسيومد باي ذا هير دراير. اذا المطلوب من عندي الطاقه المستهلكه. راسا اقول له الحل الاي يساوي البي في التي. ما انسى التي لازم بالسكند، والبي لازم بها وحده بالواط. اذا البي هو مطيني اياها بالسؤال 1500 في التي، اني طلعتها 1200. راح انزل الصفاره، الاي يساوي الصفاره كلها انزلها واضرب ال 15 في 12. 2 في 5 0 باليد، 1 2 في 1 2 1 3. 1 في 15 15، راح يطلع 0.81. اذا 0.81، والاي يقاس بوحده الجول. خلينا نشوف الناتج. الناتج طلعه اللي هو باوعه نفس الناتج، ورجع اذا يريد تحوله. اذا قال لك اريده بالكيلو جول، تحوله الى كيلو جول، تقسمه على الف. واذا ما قال لك بالسؤال حوله الى كيلو جول، تبقيه كما هو الناتج. هذا المثال الأول خلصناه. هسا رح ناخذ المثال الثاني اللي هو صفحة 69. نقرأ السؤال ونحل عليه. Example صفحة 69. An electric teapot uses potential difference. إذا إيش عندي؟ عندي غلاية للشاي تستهلك فولتية في تساوي 200. نكتبها المعطيات مالتي. V تساوي 220 فولت. أول شيء نكتب المعطيات. بعد شنو عندي؟ أن electric current، التيار اللي دي مور فلوس 10 أمبير. إذا I نكتب أيضا I يساوي 10 أمبير.
calculate number one t-puts power. إذا المطلوب الأول الباور أولا، المطلوب الأول power، والمطلوب الثاني number two the electric energy consumed during 20 seconds. إذا number two electric energy يعني E، والزمن انطانيا هو 20 second. لاحظوا طاك يا زمن بالسكند ما يستوجب التحويل. إذا مطلوبين بالسؤال، راح نشوف شلون نحل المطلوبين. أول شيء نطلع البي، أولا البي، البي شي يساوي لي الآي في في. عندك ثلاث قوانين اكتبها، إذا أنت ما تعرف يا قانون تستعمل اكتب الثلاث قوانين اللي هي البي يساوي آي في في، البي يساوي آي تربيع في R، والبي يساوي في تربيع over R. هذه ثلاث قوانين مع القدرة. فأنت ياهو اللي عندك بالمعطيات، شوف المعطيات مالتك، نعطيك ال V وال I. إذا تأخذ أول قانون أسهل قانون، ال P يساوي ال I في V. إذا ال P راح يساوي ال I مطيني إياه جد 220 في ال V جد 10. إذا ال P راح يساوي، أنزل الأصفار 2 2، وما أنسى ال P يقاس بوحدة الوات. خلينا نشوف الناتج مالتي مثل ما هو طلع بالكتاب حتى نتأكد. لاحظ إذا الـ P يساوي 2200 واط. خلصنا من هذا. نرجع هسه على الاتجاه الثاني اللي هو شنو المطلوب من عندي؟ نمبر 2. نمبر 2 شو يريد من عندي؟ يريد الـ E. الـ E شو يساوي؟ قلنا الـ P في T. لا تنسى إنه T لازم بوحدة السكند. الـ P ايش قد مطيني إياها؟ أنت طلعتها، يعني إذا الـ P طلعتها غلط معناه الفرع الثاني كله ما نشوفه. التي هو طاك ياها شقد 20 سكند، ما دام بالثانية ما يستوجب تحول، فإذا رأسا تضربها في 20 ويساوي نزل كل الأقو الأصفارة، واثنين في 22 44، والإي تقاس بوحدة الجول. نشوف الناتج مالتي صحيح حتى نعرف الحل مالتي صحيح. لاحظ مطلعه كما هو صحيح، ومحولة أربعة أربعة، هو بالأصل أربعة أربعة ثلاثة صفارة، محولة إلى كيلو جول، يعني مقسمة على ألف، فيساوي 44 كيلو جول. هذا إلا إذا يقول لك حول إلى كيلو جول، إذا ما طاك التحويل إلى كيلو جول تكتبه بالجول فقط، يعني مو أنت بكيفك تحوله، إلا من يقول لك طلع لي ناتج بالكيلو جول يلا تقسمه على ألف. إذا ما قال لك ما تقسم على ألف. هذا دا يعلمك هنا إذا قال لك أريد كيلو جول تقسم على ألف. نأخذ الملحوظة اللي هي بالمستطيل think، اللي هو فكر. شو يقول لي بالthink؟ On what does the amount of consumed electric energy depend؟ على ماذا تعتمد الطاقة الكهربائية المستهلكة؟ من القانون انت الاشياء اللي يقول لك شنو هي اللي تعتمد، ارجع للقانون. القانون مالتك هو شنو؟ بي يساوي اي على تي. القانون اذا اطلع الاي ايش قلنا؟ يساوي بي في تي. اذا قانونك هو الطاقه الكهربائيه تساوي لك القدره في الزمن. اذا على شنو ده تعتمد؟ على القدره وعلى الزمن. انتهينا. الحكي اللي جوا هذا الثينك كله هو والمساله مالته، هذا ترك، هذا حذف، ما مطلوب من عندك بالوزاري. واللي يخص هذا الموضوع أيضا اللي هو صفحة تقلب صفحة 74 بالبروبلمز بالمسائل، سؤال الرابع أيضا حذف، هذا ما مطلوب من عندك. انتهت المحاضرة لهذا اليوم، ونكمل المحاضرة اللي هو الدرس القادم صفحة 70 نشرحها إن شاء الله غداً.